مجر جعيتا تكافي البلد الصغير لبنان ومجر جعيتا لديا الثانية أجمل الخحف الجيرية. أنا أحب مجر جعيتا لأن يوجد نهر وبلوعت. يكا وادي خديشة في لبنان دعا الوادي الخديشة وغير 35 كيلومتر أنا أحب وادي خديشة لأن يوجد أخطر الشجرة. البحر ميت. البحر ميت يقع في الجردن وينتمي بسرعة عالية في الدولة 1978 قدما. ذلك هو الجدب الأخطر جمع في الأردن. البتراء. البتراء يقع في الجردن ومنهتوا في الصخور وتحتها يحى الجبل. أنا أحب البتراء لأن يوجد حكية. الحصى واحدة يقع في المكة العربية السعودي وهذا أخبر وأحى في العالم. يوجد 3 مليون الشجر النخيل وهذا 4000 فدان. يخا قرو أحد الجبل في السعودية أرابيا جزيرة العرب وهذا أين وقعت الأركة. اللبنية يحب هذا مكان. مسجد الشيخ زايد. مسجد الشيخ زايد تقع في دبي. أخبر وهذا أخبر مسجد في دبي. هذا هو الأركان الرئيسية الأبداع وأجمل مسجد في العالم. مدينة جميرة هو أخبر منتجع في العالم ويقع في دبي. أنا أحب ليانا لديانا جميرة يبود دبي الخديمة. يكا معابد الكرنك في مصر. معابد قديم جدا ولدي العديد من الأوسمة فكر أشتني من خاءات كبيرة جدا. يكا أبو الوعر في مصر. يبدو حقيقية جدا وأنا أحب تلخ لأن يحتوي على شكل أسد. فمن الكبل النهر النايل. شكراً.